بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة تانية إعدادي. إذن سنستكمل مع لو فوكابيلار دو لا اون. مصطلحات مصطلحات ماذا؟ سبق لنا شفنا لو فوكابيلار دو لا اون. لو فوكابيلار المقصود به المصطلحات دو لا اون. الصفحة الأولى للصفحة الأولى للجريدة. إذن سنرى أكثر بعض معاني هاد المصطلحات. إذن عندنا لا سو تريبون دون كيلكوز انفورماسيون سور لا تريبون اي دون انفي دو لير لارتيكل. تتكون عندنا لا تريبون. شنو لا تريبون؟ لا تريبون سو لا مانشيت. طبعا المكان اللي تيكون فيه اسم جريدة تتسمى لا مانشيت. إذن لا تريبون سو لا مانشيت يعني هي أسفل هاد المكان. elle contient le gros titre d'un article important du journal. إذن ديك الجريدة تتكون حصلت على واحد الخبر مهم. إذن تتختار له واحد العنوان مهم وتتكتبه بالخط العريض في واحد المكان من الجريدة أسفل اسم الجريدة. إذن هاد المكان هذا يسمى لا تريبون. إذن هاد لا تريبون هو هاد المكان اللي تيكون أسفل اسم الجريدة ويتضمن العنوان الكبير المهم للجريدة لذلك العدد. اللي تنقولوا ذلك العدد اللي تتصدر فيه الجريدة ديال داك النهار اللي صدرت فيه الجريدة. الجريدة عموما ممكن أن تكون يومية. إذا نتكلم عن جورنال كوتيديان فهمتي؟ جورنال كوتيديان شي تسمى؟ جورنال كوتيديان. شنو جورنال كوتيديان؟ جريدة يومية. جريدة يومية. ثم يمكن أن تكون هذه الصحيفة صحيفة شهرية. شنو نسموها؟ يعني أنها تتصدر من؟ شهر شهر. من شهر شهر. إذا شنو تسمى الجريدة؟ إذا تنسميوها جورنال مونسيال. تنتكلموا على لو موا. لو موا يعني الشهر. مونسيال يعني شهرية. ياك؟ إذا نتكلم عن جورنال مونسيال. ثم ممكن أن تكون نصف شهرية. إذا نتكلم عن جورنال سومي مونسيال. إذا نتكلم عن جورنال سومي مونسيال. إذا نتكلم عن جريدة نصف شهرية تتصدر من 15 يوم ل 15 يوم. وممكن أن تكون أسبوعية تتصدر في كل أسبوع. كل جمعة، كل اثنين، كل خميس، على حساب كل جريدة. إذا شنو تسمى هذه الجريدة الأسبوعية؟ الجريدة اليومية شنو تسمى؟ جورنال. جورنال كوتيديان. كوتيديان يومية. كوتيديان يومية. جورنال كوتيديان. والجريدة الأسبوعية جورنال هبدومادير. هبدومادير جريدة شهرية هي الجورنال مونسيال. جريدة شهرية هي الجورنال مونسيال سومي مونسيال يعني نصف شهرية. هبدومادير أسبوعية. كوتيديان يومية. يومية. كاين بعض الجرائد تسمي نفسها الكوتيديان اليومية تتعطي نفسها هذا الاسم باش تقول القراء ديالها بأنني أنا حاضر معكم يوميا مثلا. إذا عندنا هنا لا تريبون سو لا مانشيت إل كونتيان لو غو تيتر دان أرتيكل امبورتون دي جورنال. إذا هذه لا تريبون. ولكن لا سو تريبون شنو المقصود بها؟ دون كيلكوز انفورماسيون سور لا تريبون إي دون أنفي دو ليغ لارتيكل. إذا تيكون عندنا العنوان الكبير وتحت من العنوان الكبير أش تيكون؟ تيكون بعض العبارات تتفسر هذاك العنوان، تتشرح هذاك العنوان وتتوجدك باش تدخلك في الموضوع. يعني القارئ ما تيكتفيش فقط انه يقرا العنوان وربما يرحل، لا، تيقول غنقرا حتى هاد التفاصيل، غنقرا هاد الخلاصه ديال هاد العنوان تحت من العنوان. اذا هذيك الخلاصه تسمى لا سو تريبون. فهمتي؟ ملي تيقرا داك القارئ الخلاصه تزيد يتشوق يبغي يعرف الخبر، وبالتالي غتكون فرصة للجريدة أنه يشتريها. الحمد لله غيشتري من داك العدد.
إذن عندنا لا سو تريبون دون كيلكو انفورماسيون سور لا تريبون دون انفي دو لير لارتيكل. لا تريبون هي اللي تكلمنا عليها يعني العنوان الكبير سو لا مانشيت تكون تحت المكان اللي تكون فيه اسم الجريدة ال كونتي لو غو تيتر دان ارتيكل امبورطون دي جورنال. ثم كما راينا فيما سبق لو فونتر اي سوفون اوكيبي بار اون فوتو او اون ايلوستراسيون دو لا تريبون. اذا كما راينا فيما سبق هذاك لو فونتر سوفون اوكيبي يعني في الغالب انه تيكون مملوء. اوكيبي يعني انه محتل بمعنى اخر. احيانا نتكلم عن لوكيباسيون يعني الاحتلال لوكيباسيون. احيانا نتكلم عن لوكيباسيون الاحتلال احتلال شي دوله تحتل دوله اخرى. اذا نتكلم عن لوكيباسيون. اذا نتكلم هنا عن لو فيرب اوكيبي فعل احتل. هنا نتكلم على هذا المكان اللي تيتسمى لو فونتر من الجريده اي سوفون هو في الغالب اوكيبي انه محتل يعني المقصود انه تتوضع فيه. محتل بمن؟ باغ اون فوتو محتل بصوره المقصود ان تتوضع فيه صوره او اون ايلوستراسيون دو لا تريبون او توضيح رسم او شيء من هذا القبيل خاص بالعنوان لا تريبون. يعني هذا الفيل تاعو تيحط الصور باش تشوفهم وتيدير المعاني تاعها. اذا كاين العنوان وكاين الصوره ديالو لتحت بسهوله. العنوان تيتسمى لا تريبون الصوره لتحت هي المكان ديال لو فونتر وبيناتهم كاين لا سو تريبون داك الريزومي دوك العبارات اللي غيفسروا العنوان يعني دوك العبارات القلال اللي غيفسروا العنوان ويقربوك اكثر من الموضوع. اذا يسمى لا سو تريبون. ثم كما قلنا لا مانشيت. اذا هاد لا مانشيت هاد المكان هذا الذي يسمى لا مانشيت كونتي لي زانفورماسيون يتضمن المعلومات منها لو تيتر دي جورنال لو تيتر دي جورنال. اذا هي اللي فوق لا تريبون هي لا مانشيت هي اللي فيها اسم الجريده الى اخره. اذا هي هذه لو تيتر دي جورنال عنوان الجريده اذا نتكلموا على الاسم ديالها سون نيميرو لا دات سون نيميرو رقمها يعني عددها. شنو العدد؟ شنو قصدك به؟ تصدر فيها هذيك الجريده. يعني هي تتبقى تخرج بالترتيب. اليوم خرجت اول عدد بحال اليوم يلا اتفقوا عليها صيبوها الى اخره. اول عدد خرج من الجريده غينسخوا منه بزاف ديال لي زيكزومبلير. فهمتوا ولا؟ شنو لي زيكزومبلير؟ الجريده نسخوا منها الناس ديالنا بزاف ديال لي زيكزومبلير. لي زيكزومبلير نسخ يعني خرجت بزاف ديال النسخ. الجريده مثلا فيها 15 ورقه يعني تخرج منها بزاف بزاف فيهم 15 ورقه. فهمتوا ولا؟ كلهم تيتشابوا. هاد الجريده بحال الاخرى بحال الليفر ديالك انت الليفر ديالك انت وديال الصديقه ديالك كديرين مختلفين تيتشابوا. حتى هذيك الجريده تيخرجوا منها بزاف ديال النسخ بحال داك الشكل ولكن غير ديال داك النهار على حساب الاخبار تتلقى الجريده. اذا الجريده تلقات واحد المجموعه ديال الاخبار الصحافه ديالها داروا مجموعه ديال التحليلات كل واحد وحل الموضوع كل واحد طرق الموضوع شدات ديك الموضوعات ديك الاخبار رياضية سياسية ثقافية صحية دولية وطنية. إذن هاد الأخبار على حساب التنوع ديالها كاين واحد الناس مختصين في الجريدة هما اللي تيقادو هاد الموضوعات. طبعا كل موضوع موضوع خداو منه شوية اللي بدي يديرو فين تيديرو تيقادو في هاد لائين. ثم كل موضوع موضوع تيكملوه في الصفحات الأخرى. فهمتي؟ هذه هي طريقة الجريدة. إذن بالتالي تيخرج منه واحد المجموعه ديال لي زيكزومبلير واحد المجموعه ديال النسخ. هي اول مره الجريده صدرات غتعطي العدد رقم واحد. اليوم الثاني غتخرج واحد المجموعه ديال الجرائد غتعطيهم العدد رقم اثنان. اليوم الثالث غتخرج واحد المجموعه ديال الجرائد على حساب الطلب. هي تتشوف السوق واش القراء ديالها تزادوا ولا كثار تيشريو منها بزاف وبالتالي غتزيد في النسخ. اما العدد راه يبقى هو هو. فهمتي؟ في كل يوم تتوصل لواحد القدر معين من هاد النسخ. اذا لحساب الطلب وهذا هو المعنى ديال العدد. تنتكلموا على لو نيميرو ياك سون نيميرو لا دات التاريخ ديالها لو بخي ثم الثمن. اذا هاد المعلومات كلها تكون في لا مانشيت. فهمتي؟ ثم عندنا لوغاي
لغايدك يا اليمين يا اليسار او اليمين وعلى اليسار. اذا ممكن احيانا يكون عندنا دو زوغاي. اذا لوغاي اي سيتوي ا دروات او ا غوش دو لا مانشيت. اذا اي سيتوي انها متموقعه لوغاي. نتكلموا على هذاك المكان اللي تنقدروا نوضعوا فيه الصوره او مقال. اذا هاد المكان الذي يسمى لوغاي اي سيتوي انه متموقع ا دروات او ا غوش دو لا مانشيت. يعني في اليمين او على اليسار ديال لا مانشيت. لا مانشيت كما قلنا هي اللي تيكون فيها الاسم ديال الجريده، العدد ديالها، التاريخ ديالها، الثمن ديالها. اذا على اليمين ديالها او على اليسار ديالها تتكون عندنا هاد لوغاي ال بريزونت كلكو زارتيكل. اذا هاد لوغاي تيمكن لها تضمن بعض المقالات، حيت هذاك المكان خاصه يعني في الوسط ديال الجريده اعلى شيء ما تيكون العين ديال القارئ تتمشي له اكثر. الحمد لله تتمشي له بشكل اكبر. القارئ اول مره فقط يحط عينه في الاخر ديال لاين. طبعا طبعا لاين هي الاولى ديال الصحيفه وهي اللي تركز على القارئ، ولكن حتى هاد لاين بيدها راه فيها مناطق معينه هي اللي تتمشي لها عين القارئ اولا. قارئ واخا هذيك لاين راه هي الفيترين ديال لو جورنال، هي الفيترينا ديال الجريده، هي اللي تدل القارئ على اشنو تضمن الجريده الداخل فيها. الحمد لله. ولكن رغم ذلك فهي ايضا هاد لاين كاين بعض الاماكن فيها تتاخذ واحد الاهميه اكثر من بقيه المساحه ديال هاد لاين. تنتكلموا على الوسط ديال لاين مثلا اعلى منها شيئا ما، هاد المناطق تتمشي لعين القارئ اولا، وبالتالي يجب التركيز على هاد المكان في لاين. الحمد لله. شنو غنديروا فيه؟ واش نديروا فيه موضوع تافه؟ خصنا نديروا فيه شي موضوع جذاب، جذاب بالنسبه للقارئ. بالنسبه للجريده ما تفكرش واش مفيد او لا، فهمتي؟ هي اللي تهمها هو انه يجذب القارئ، هذا هو المهم بالنسبه ليا. الحمد لله. خبر يكون عنده اساس، الخبر يكون عنده اساس ثم يكون جذاب للقارئ، هو اللي تهم الصحف، فهمتي؟ لدرجه ان بعض الصحف اصبحت اليوم تنشر الفضائح. علاش؟ حيت لقات واحد العقليه ديال الناس تتبغي تقرا هذا النوع من الخبر. الفضائح واش فيها شي افاده؟ الفضائح واش فيها فوائد؟ ملي غتقرا فضائح الناس مثلا واش فيها شي افاده؟ غالبا القارئ ما غيستافدش منها، ولكن ولكن كاين بعض الجمهور على حساب العدد ديالو يعني ما تيهموش هو واش غيستافد ولا لا. الحمد لله. تيبان واحد الموضوع خاصو يقراه، واحد الخبر منتشر خاصو يعرف عليه، فهمتي؟ اذا الجريده غتستغل هذا الامر وبالتالي غتروج هذا الخبر. اذا كما قلنا لوغاي اي سيتوي ا دروات او ا غوش دو لا مانشيت ال بريزونت كيلكو زارتيكل. كنا شفنا من قبل بعض النماذج من بعض الصفحات الاولى لبعض الجرائد، ياك؟ عموما الجرائد اللي شفنا غالبا انها سياسيه. طبعا هناك جرائد مختصه في الرياضه، هناك جرائد مختصه في البيئه، وفي الغالب الجرائد تكون سياسيه ولكن تضم ضمنها ايضا اخبار رياضيه، اخبار كما قلنا ثقافيه الى غير ذلك. هنا غنشوفوا بعض النماذج ديال بعض الاطفال انهم صدروا جرائد. اذا الاطفال شافوا دوك الجرائد وبغى يقلدوهم، فهمتي؟ تما داروا بحالهم. هاهما كما تشوف هنا عندنا جي دي او. شنو نقصد به؟ لو جورنال دي زونفون، لو جورنال دي زونفون. اذا كما تنشوفوا شو الاسم كيفاش دايروا له؟ ادريسوار. غيكون بتاثير الاساتذه، فهمتي؟ بتاثير من الاساتذه طبعا. اذا عندنا لو جورنال دي زونفون، اذا عندنا جريده الاطفال، ياك؟ كما تنشوفوا ماشي تسمى هذه المنطقه هذه، هي تتسمى في الحقيقه لا مونشيت. هاد لا مونشيت هي اللي تيكون فيها اسم الجريده، حنا دايرين العنوان ديالها. هاد المكان اللي تيكون فيه اسم الجريده الى غير ذلك والمعلومات الاخرى تسمى لا مونشيت. كما تنشوفوا هاد لا مونشيت داروها صغيره. لا مونشيت هاي شتيها؟ هي ديال بالزرق. لا مونشيت هي هادي. لا مونشيت شنو كيفاش داروا ليها؟ لا مونشيت داروها بهذا الشكل. اسم الجريده هنا، ياك؟ لو جورنال دي زونفون بهذا الشكل الكبير، ثم اخذوا هاد الحيز اللي في الاعلى. ها هو النيميرو 3377
العدد 1377 المقصود يعني لحد الآن أصدر 1377 عدد عندي جادي يعني يوم الخامس 11 أكتوبر 2012 شتيا؟ يعني أنهم أصدروا يوم الخامس 11 أكتوبر 2012 ثم البخي اللورو فيرجيل 40 إذن قريبة الأورونس يعني قريبة 300 ريال بمعنى ديالنا عندي هاد لي زارتيكل هادو تشوف هنا إذن هادي تسمى لوغاي أو لي زوغاي أن تضمن واحد المجموعة ديال لي زارتيكل كاين موند كاين سبور لو موند صفحة 4 سبور صفحة 6 دوسي 98 عندي إذن عندنا موند عندنا دي زانسكت بوغ بلاسي لا فيوند إذن هناك بعض الحشرات ستعوض اللحم إذن اللي بغى يقرا على هذا الخبر غيمشي للصفحة 4 مثلا مثلا عندنا سبور فوتبال فوتيل سوميفي دي جابون هل يجيب الخوف من اليابان مثلا تنتكلمون على الرياضة وبالضبط تنتكلمون على كرة القدم إذا اللي بغى يقرا هذا المقال ويعرف لي أكثر غيمشي للصفحة 4 هاي سبور 6 فين غيمشي؟ صفحة 6 ثم عندنا دوسي هاد لو دوسي شنو فيه؟ شوا نا با ايبارني لي زونفون يعني انه لم يستثني الاطفال اذا خبر ما بهذا الشكل اللي بغى يعرف عليه غيمشي لدوسي ويت انف كما تنشوفوا لا مونشيت ان اصغر طبعا مقارنه بما نعرفه في الجرائد الكبرى ثم عندنا عنوان عريض شتيه بيانتو لا فان دي زاردواز اذا قريبا نهاية اللوحات يعني ما يبقوش اللوحات مثلا غيولوا مثلا غير طابليتات أو شيء من القبيل قسم الطابع شير على خير على أي عدنا علوم بهذا الشكل بيان طولة فان دي زاردواز كيف تنشوفوا ما عدنا السؤال قال لك واش قريبا غتكون نهاية ديال الألواح هل تكون نهاية ديال اللوحات أو الألواح كما تنشوفوا عدنا عنوان كبير هذا العنوان ماذا يسمى لا تخيبين شوفنا عندنا لا تخيبين وعندنا واحد العبارات اصغر منه كتابه تفسر هذا العنوان ديفيسيل دو سو باسي دي زاردواز بلونش اون كلاس الى اخره اذا هذه العبارات الصغيره ماذا نسميها لا تخيبين اسفل كما نقول هاد لا تخيبين لا تخيبين كما نقول أسفل لا تخيبين أو أقل من هاد لا تخيبين كما نقول ثم عندنا الصورة ديال الأستاذة والتلاميذ إذا عندنا صورة أسفل هاد لا تخيبين ماذا نسميها ماذا نسمي هاد المكان لو فونتخ نسميه لو فونتخ ياك إذا هذه مثلا أصدر الأطفال بهذا الشكل شيا إذا هنا عندنا لا مونشيت كما تنشوفوا وهاي إذا هذه سماوها كولم هاد ثلاثة الصور هاد ثلاثة المقالات يعطاهم أوهاي بحال ما تقول أذن واحدة جا من جهة واحدة أوهاي هما اللي دار فيهم جورنالات الآخرين باش يمشيو يقراوهم تما هاد أوهاي أنها تطرح في بعض المقالات ولكن اللي تهم فيها أنها تجي حدا لامونشيط تجي في الجنب ديال لامونشيط هاد لوغاي هو المكان اللي تتوجد في اليمين أو على اليسار ديال لامونشيط بحال دابا هنا تتوجد على اليمين ديالو طبعا اليمين ديالو نعتبرنا هاد لامونشيط اللي تنشوفونا طبعا هي مستكملة في الحقيقة أعلى لغاية ثم عندنا لا تخيبين كما قلتي هيا بيان طول فان دي زاردواز ثم سو تخيبين ياك ثم عندنا لو فونتر يعني هاد الصورة اللي تشوفها إذا المثال هذا لأطفال مثلا أنهم قاموا بهاد الجريدة الصغيرة طبعا ممكن أننا نرى مثلا عندنا هنا شكل آخر لجريدة أخرى للأطفال إذا نتكلم عن لو بوتي كوتيديان شنو كوتيديان؟ حنا تنقولو اليومي، تنتكلمو على اليومية، الجريدة في اللغة العربية كلمة مؤنثة، في اللغة الفرنسية تتكلمو على لو جورنال. ماشي مؤنثة العربية تكون ماشي ديما تيكون اللي مذكر فرنسي تيكون مؤنث في العربية، لا، هادوك الناس وشنو اعتادو؟ هما اعتادو تيسموه لو جورنال، فهمتي؟ حنا ولفنا نقولو الجريدة، حنا في النطق ديالها تتجي بحال المؤنث، هما في النطق ديالها تتجي بحال المذكر، وخذيت هاد المعنى، فهمتي؟ إذا لو كوتيديان حنا تنقولو اليومية إذا هنا غنقولو لو بوتي كوتيديان لا نقول لا بوتيت كوتيديان عندي لو بوتي كوتيديان
كما نقول اليوم الصغير. إذا كأننا نتكلم عن يومية صغيرة، هل تنتكلم على واحد اليومية صغيرة خاصة بالأطفال هيك؟ إذا كما تنشوفونا عندنا الاسم ديال الجريدة، تنشوفو نيميرو 3175-00-44. ثم عندنا هاد لوغاي، شنو نديرو فيها؟ هاد لوغاي نديرو فيها حالة الطقس، نديرو فيها حالة الطقس، نديرو فيها لا ميتيو دو دومان. إذا نديرو فيها حالة الطقس للغد. لا تخيبين فين هي؟ لا تخيبين هو العنوان الكبير، هو العنوان الكبير. ها هي دي. فوت ديري هيني فوتخ بلو بخيفيري ياك. ثم عندنا الصورة لو فونتخ. إذا الصورة تمثل لو فونتخ. طبعا في نفس هاد لامونشيت عندنا اسم الجريدة كما قلنا لو بوتي كوتيديان، ثم أسفلو عندنا لي شاك جور أن جورنال دي سيزون، يعني اقرأ كل يومين جريدة حقيقية ابتداء من 6 سنوات، موجه للأطفال ابتداء من 6 سنوات فما فوق. يعني إذا الجريدة تحط قراءها ما داموا أنهم بسن 6 سنوات أو أكثر على قراءتها. دابا في هاد الجريدة هنا فين هو الأصوات خيبين؟ الأصوات خيبين فين هو؟ الأصوات خيبين هو الشرح نتاع سن أسفل من ماذا؟ لا تخيبين. أسفل لا تخيبين. إذا هي اللي عندنا هنا vous avez été pris de neuf sous à voter pour votre joueur préféré dans l'équipe de France. إلى آخره. إذا هذه تسمى الأصوات خيبين. إذا نستكمل الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.